عليكم. انا بالنسبه لي اتوجه رساله سيد عادل عبد المهدي، اقول له احنا حاليا بشهر اب والحراره هسه فوق الخمسين، وحضره الاجنبي الصيني اللي هو سجين وهسه قاعد على التبريد ويستلم يستلم 45 ورقه بالشهر، 45 ورقه يستلم بالشهر، يعني ليش هيك؟ يعني هذا مو بلدنا هذا؟ يعني احنا ما لنا حق؟ الحمد لله والشكر شهادتنا جبناها بتعبنا وهذا حق، يعني كل حق، يعني المهندس اللي تعين يعني ليش يعني اسمه تعين يعني اسمه باقي الكليات باقي الشيء يعني وصار ما انا احكيها يعني تعي ناس كلها لو بفلوس لو بباسطه اللي ما عنده يقعد اللي ما عنده كل شيء ما عنده ما يقعد بعد نهائيا هسه عدد العمالة الاجنبيه بالعراق اللي اعطاها وزير التخطيط 750 الف عامل اجنبي واحنا المهندسين 103 الف مهندس عطى عن العمل يعني هسه لو طلعوا لنا عطاله اجنبيه والله تعين اول شيء شهادات العليا وتعين المهندسين وتعين اسمه اي كليه موجوده بالعراق ل 750 الف ترى عدد مو شويه عدد كلش كبير احنا مستمرين بالاعتصام ابد ما نفضل الاعتصام هسه احنا نستمر اعتصامات بس بعدين اذا ما شفنا استجابه راح نتخذ غير اجراء لكن يعني اسم نحكي ويا المنسقين ونشوف شنو الاجراء نتخذه بعد يعني ماكو صار لنا 37 يوم ما حد يطلع ما يعني حاكي يعني يطلع لنا واحد يقول لكم 15 درجه وظيفيه وين يوديها 15 واحنا 104 الف 105 الف وين يوديها يعني 15 درجة وظيفية نابو شنو اجور يومية يعني شنو اجور يومية يعني مثلا تضحكون علينا مثلا يعني خلتونا ندرس سدوها الكليات سدوها ليش مخليه معدل قبول هندسة 60 67صار ان احنا 35 يوم ما يقارب 35 الى 36 يوم من يوم 15 بدات ثوره الخوذ البيضاء وصرخه المهندس تعالى لحين تحديد المطالب وتصعيدها احنا مهندسين مهمشين من 2003 الى وقتنا هذا ليش شنو السبب شنو السبب اني صار لي 36 يوم نايم بالشارع لين حصلت على هندسه الكهرباء اني بكالوريوس هندسه كهرباء الى متى فرحه امي بالتخرج فرحه والدي بالتخرج الى متى يا حكومتنا الرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خطانا برقبتكم والله اكبر على الظالم الى متى تظلون تمشون بينا المهندس العراقي هم بنات الوطن بنات الوطن واحنا بمرحله بنات اذا لحد الان مهمشين شو وقت اني اقدر ابني بلدي شو وقت انجز شو وقت اشتغل عمري 24 سنه لحد الان صفر درست تعب 16 سنه تاليتها اقعد انام بالشارع هذا مو ظلم هذا مو ظلم ويبقى وتبقى ثورتنا الحين تحديد مطالبنا مطلبنا الوحيد والاول هو التعيين المركزي للجميع ما اريد مهندس يبقى قاعد مو جايب لي عماله اجنبيه جاي انا بدي اخدم بلدي انا اريد اخدم بلدي انا ابن هذا الوطن انا اريد اخدم بلدي كافي تهميش كافي وما راح نسكت اكيد ما راح نسكت نبقى لهاي الثوره الحين تحديد مطالبنا ان شاء الله احنا مو
كل من تسير تقريبا 37 يوم بالاعتصام امام نقابه المهندسين العراقيه. اعتصامنا طبعا ما يضم قسم واحد من الاقسام الهندسيه، كل اقسام الهندسه موجوده به. هدف هذا الاعتصام هو الهدف الاول والاخير تعيين المركز الشريحه الهندسيه. حوالي 250 الف مهندس معطل عن العمل وليس عاطل عن العمل، العمال الاجنبيه انهكت البلاد. انا حسولفك عن مثل بسيط، انا محافظة كربلاء، احكي عن مصفى النفط كربلاء، مصفى النفط كربلاء بعمالة أجنبية تقريبا 14,000 عامل أجنبي، بينما أبو البلد كأنما قاعد بالإيجار، كأن لا له حق ولا شيء، من تروح الشركة يسولفون يجينا النائب، إي أنا وياكم، وأنا قلبا وقالبا، ويصور ويانا وينشر على الصفحة مالته ولا شفناه بعد، احنا ما نريد هيك، هذا اعتصامنا باقي ولا حقنا يلا نرجع. المهندس هو له دور قيادي بالمجتمع، انا بالنسبه لي اداوم شركه اهليه منطقه بدره جصان. يعني اغلب المهندسين الموجودين هناك هم اجانب. شهاده يعني شهاده اقل كفاءه من عندنا. انا مهندس عراقي يعني ابن بلد داخل العراق اداوم، هو يداوم يشرف عليه وانا اداوم بالسايد جوا يعني ونسبتنا تقريبا 30% 20% بالشركة، وأغلب المهندسين هناك روس، أغلب المهندسين هناك روس وأجانب وأفغانستان وباكستانيين وهنود وصينيين. يعني يجيك كفاءة أقل من عندك بس ياخذ منصب داخل العراق منصب أعلى من عندك. أتمنى من الدولة وأتمنى من وزارة الكهرباء من وزارة المهندسين أنه تنظر لهذا الحل. أتمنى يعني إحنا قاعد نعاني من هاي السالفة، والمهندس له دور قياده بالمجتمع، له دور بالقياده مثل ما الضابط له دور قياده بوزاره الداخليه وبوزاره الدفاع. انا كمهندس لازم يحسسني مكانتي، مو يجي مثلا مع احترام بقيه الاختصاصات وبقيه الكفاءات يجي يفضل ابو المعهد عليه، يجي يفضل ابو كان ما كان وظيفه هيك يفضلها عليه. انا مهندس دور قيادي، انا يعطيني اقل كفاءه بالمجتمع، يعطيني لو اجور لو يعطوني عقد. بعد اعتصام دام 37 يوم من المهندسين، نخبة من المهندسين العراقيين، قرر المهندسين القيام بتظاهرة بعد أن لم يستجيب أي أحد من الحكومة العراقية لمطالبهم المشروعة واللي هي حق مشروع طبعا كل مهندس عراقي، اللي تتضمن التعيين المركزي لكل مهندسين العراق، كذلك تقليل سن التقاعدي وتقليل العمالة الأجنبية في العراق، لأن العمالة الأجنبية حاليا مثل ما نشوف قاعد يجي أنه بصفة خبير، وأنه المطالب يعني هي مشروعة، مطالبنا مشروعة. إن شاء الله تظاهرتنا هاي سلمية وتحقق مطالبنا كل مهندسين العراق، ونتأمل خير بالحكومة العراقية، لأن 37 يوم احنا بنقابة المهندسين حقيقة ما شفنا أي استجابة، متحملين الحار، متحملين الأذية. طبعا حتى أشخاص بالعيد ما نزلوا لأهلهم، ما معقولة رئيس الوزراء والوزارات هاي كافة أنه ماكو متسع لهاي المهندسين. يعني وزارة الصحة تعين خريجين الكليات الأهلية مركزي، تعين خريجين، معقولة الحكومة العراقية ومخصصات وزارة المالية كلها لوزارة الصحة وباقي الوزارات كلها تستوعب المهندسين؟ معقولة البلد ما يحتاج مهندس؟ معقولة ما محتاجين إعمار؟ معقولة ما محتاجين بناء؟
فنطلب من سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات المختصة النظر والتدقيق في موضوع المهندسين هذا، لأن حقيقة تعبنا حتى نعرف إذا البلد ما يحتاج مهندسين نعرف وين نروح. زين إن شاء الله هذا اليوم هو يوم الاعتصام، ونتمنى من المهندسين الأخوة كافة الالتحاق طبعا بهذا التظاهر والاعتصام، وإن شاء الله المطالب مشروعة ونتأمل خير. خرجنا اليوم أمام مجلس الوزراء لأننا كنا في اعتصام مفتوح في نقابة المهندسين العراقية لمدة 37 يوم. أتونا بعض المسؤولين لكن لحد الآن لم توجد هناك أي حلول، مع الأسف أي مطلب من المطالب لحد الآن لم يحققوا لنا مطالبنا، ونايمين بهالحر وبهالشمس إلى متى؟ فقررنا اليوم أن نخرج بمظاهرة سلمية أمام مجلس الوزراء لنطالب بحقوقنا، وحقوقنا هذه مشروعة. إحنا ما جايين نطلب شيء يعني خارج نطاق الدولة، إحنا جايين نطلب حقنا بهذه الدولة، درسنا وتعبنا ونريد شو اسمه نحصل على ثمرة حقوقنا الكل يعرفها، يعني من خلال الإعلام ومن خلال المطالب طلبناها من زمان، الكل يعرف حقوقنا. هي أولاً التعيين المركزي للشريحة الهندسية ولكل المهندسين المعطلين عن العمل وفق استراتيجية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، مع مراعاة توفير درجات وظيفية بشكل عاجل وطارئ للمهندسين المعتصمين. ثانيا تقليل السن التقاعدي إلى 55 سنة، بما يضمن توفير درجات الحذف والاستحداث ل8 سنوات، وتخصيص 35% من هذه الدرجات للمهندسين حصرا، وذلك للمساهمة في حل مشكلة المهندسين المعطلين. ثالثا إلزام الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات للعمل وفق نماذج العقد الهندسي الصادر من نقابة المهندسين العراقية ضمانا لحقوق المهندس. 4 متابعة وتنظيم موضوع العمالة الأجنبية الذي أرهق المهندس العراقي، وتخصيص ما لا يقل عن 65% للعمالة العراقية في الشركات العراقية والأجنبية
وتنظيم ذلك بعقود هندسية تضمن حقوق المهندس العراقي ضمان اجتماعي وضمان صحي. هاي أبسط مطالبنا اليوم جايين نطالب بيها. لنا وقفة اليوم، وإن لم يحققوا لنا وقفات في كل يوم حتى تحقيق المطالب. تبقى بعيونك سهام ما نفضل اعتصام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر جهودكم الإعلامية لتغطية الاعتصامات المنتقلة من نقابة المهندسين العراقية إلى أمام مجلس الوزراء لتصعيد إعلامي من أجل إيصال صوتنا إلى الجهات التنفيذية ومجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. خرجنا اليوم من أجل المطالبة بحقوقنا كمهندسين عراقيين مهمشين من 2003 إلى يومنا هذا كمهندسين عراقيين مطالبين بحقوقنا. خرجنا من أجل أربع مطالب تبتدي أولها بتعيين المركز وإيجاد فرص عمل للمهندسين المعتصمين حالا وبشكل عاجل وطارئ. ثانيا إيجاد نسبة لتقليل العمالة الأجنبية بنسبة 65% لتكون 65% عمالة عراقية بدلا من العمالة الأجنبية. ثالثا تقليل السن القانوني من أجل التقاعد إلى 55 عام بدلا من 63 عام. رابعا إيجاد نسبة الحذف والاستحداث المهمشة بالنسبة للمهندسين العراقيين من 2003 بنسبة 35% لتكون مطالب حقيقية ومشروعة ودستورية. المعتصمين صار لنا اكثر من 35 يوم ما اجانا اي مسؤول، ما اجانا اي احد قال انتوا شو تريدون؟ مش محتاجين كذا بس وعود انطيك شركات اهليه اعطيك. لا احنا نريد تعيين مثل ما موجود بالبوسترات. احنا اللي نريده مطلبنا ان يلي الاربعه المركزي التعيين المركزي غير مارد. اليوم هو 37 على ان المهندسين يفترشون التراب ويلتحفون العراء. اليوم المهندس بين سندان بين مطرقه الفساد المتراكم وهو سندان الصراع الاقليمي. اليوم احنا خرجنا امام مجلس الوزراء للمطالبه بحقوقنا، لان الحكومه لم تعد لنا اي اهميه وصمت اذانها، لان الابواب اوصدت امام المهندس العراقي، لا توجد اي حلول من قبل الحكومة العراقية. اليوم المهندسون خرجوا بجعبتهم حزمة من الحلول، من ضمن هذه الحلول هو تقليل السن التقاعدي، ومن ضمنها درجات الحذف والاستحداث بإخراج أولوية للمهندسين بقيمة 35% من هذه الدرجات. أيضا إلزام الشركات بتطبيق قانون الشركات العراقية الذي يفرض بتعيين عدد من المهندسين العراقيين. لا تنسى اليوم نحن في العراق أمام 61174 شركة بالعراق مسجلة بتاريخ 31/7/2017. اليوم أكثر من 150 ألف عامل أجنبي بالحقول النفطية، كل عامل راتبه يتراوح من 8000 دولار إلى 10000 دولار مع حماية وأولوية له، بينما المهندس العراقي الذي شهادته أعلى هو راتبه لا يتجاوز 800 دولار وهو مقصى وهو مذلول وهو مهان من قبل الحكومة العراقية. نحن نقول أسمع تحيا إذن يديك، لكن لا حياة لمن تنادي، والحكومة إذا كانت تدري فتلك مشكلة، وإن كانت لا تدري فالمشكلة أعظم.
الرصاصات. اليوم تظاهرنا امام رئاسه الوزراء لنطالب بحقوقنا. احنا اليوم اليوم 37 ما زلنا معتصمين، بدنا نطالب بابسط حق من حقوقنا احنا كخريجين. مع الاسف بهذا البلد الظاهر الخريج ما له اي معنى ولا له اي قيمه. احنا نطالبهم كل مره بدنا نسوي تصعيد وبدنا نسوي مناشدات ليجونا نواب، بس لحد الان ماكو اي شيء جدي بخصوص قضيتنا. احنا نطالب اصغر مسؤول، نطالب اصغر وزير، اصغر مستشار اللي دا يشوفنا هسه، خي يشوف معاناه هاي الشباب، يشوف معاناه هاي البنات. كافي عاد اليوم 37 با درجة الحرارة أي أحد ما يقدر يتحملها، وإحنا ما يعني لحد الآن موجودين. البارحة صار عندنا حوادث ذي السيارات، قبلها حوادث إنه شباب فقدوا وعيهم. كافي عاد، يعني أنتم متى تسمعونها؟ متى تشوفون هاي الشباب؟ ليش وقت عاد؟ يوم إيدن يجي، يوم إيدن الظاهر، يوم إيدن طالب حقوقنا. يابا هذا حق مشروط، هذا حقنا إحنا شباب، حقنا. كافي عاد، لوين تريدون نوصل؟ يعني كافي نسوان تطالب بحقها. مفروض هذا حق شرعي يجينا وغصبا ما عليكم، ولحد الان ماكو اي شيء ولا اكو اي نتيجه. شو تريدون بعد من عندنا؟ هذا البلد ما تريدون تعمروه؟ ما تريدون تبنوه؟ ما تريدون تسوون في شيء بخير؟ الكفاءات نايمه وقاعده بالشارع، من اللي يبني؟ من اللي يسويه؟ كافي عاد، كافي عاد، والله ملينا. بعد ما لنا حتى خلق نعيش بهذا البلد. أنا لو تجيني لجوء بأصغر بلد بهاي الكرة الأرضية والله مستعدة أروح، مو خوفا علي، خوفا على عائلتي. كافي، لا مؤسسات بنيتوا، لا جسور سويتوا، لا مستشفيات سويتوا، أدري شنو؟ ليش تخرجون شباب؟ سدوا الكليات، سدوا المعاهد، سدوا أي شيء، لأن أنتم لا توفرون وظائف، بس مجرد جيب فوت أطلع. شنو؟ كافي، كافي، اوعوا دمرتوا العراق، والله دمرتوه، واحنا اوضح حياه. كافي عاد، انا هالمره اترجاكم، اترجاكم، بس باعوا حال هاي الشباب، باعوا حال هاي البنات. ترى والله يوم 37 والنبي بعد ما بقى بينا لا حل ولا طاقه ولا شيء. خاطرنا هالمره نترجى، لانه سوينا بيانات، سوينا استفتاء، سوينا اي شيء. بنطالب بس لحد الان ماكو اي نتيجه، رجاء القونا حل. اليوم احنا قدام رئاسة الوزراء، واليوم عندهم جلسة مال البرلمان، فيا ريت يا ريت اخوتكم دا تناشدكم، يا ريت سوونا حل. كافي عاد، والله ملينا، كافي عاد.
خرجنا يعني بالمختصر خرجنا لمطالبنا للمطالبة بالحقوق، الحقوق المشروعة وهي أبسط الحقوق اللي هي فرص العمل اللي كفلها الدستور العراقي بمادة رقم 22 حق العمل والسكن. احنا اليوم حتى عمل ما عندنا، مسألة السكن بعيدة بالله. مطالبنا مشروعة، مطالبنا التعيين المركزي، وضعنا استراتيجية من 3 إلى 5 سنوات في يعني في سبيل توفير مصانع او فد منشآت تحتوي المهندس العراقي اللي هو المهندس العراقي اللي هو يبني المجتمع، الناس المعتصمة هنا، الناس اللي تعبت، الناس اللي ارهقها هذه الظروف، نحتاج لها فد وضع عاجل، فد وضع طارئ، فد حل آني. احنا اليوم نسأل الحكومة هل صعب انه توفر درجات وظيفية او فرص عمل لهاي المجموعة الموجودة اللي ما تتجاوز يعني ال 3000 مهندس؟ هل وزارة الصناعة ماكو امكانية لإعادتها؟ باقي الوزارات، احنا اليوم وزارة الصحة وزارة واحدة تعين المجموعة الطبية ككل، وقانون التدرج الطبي حتى ابو العلوم شمله. زين شنو فرق المهندس؟ المهندس الشهادة الثانية في العراق. وضعنا بعض الحلول، الجماعة يعني بالحكومة يقولون يابا موضوع التعيين المركزي شوية صعب. قلنا لهم يابا احنا اليوم لو نقلل سن التقاعدي لل 55 سنة ونحقق فد نسبة معينة من درجات الحذف والإحداث لهذه 8 سنوات ونخلي فد نسبة منها للمهندس كان يكون 35%، راح تحل لنا هاي المشكلة. بالإضافة إلى تنظيم القطاع الخاص، احنا اليوم عندنا ما يقارب 146,000 على لسان أحد النواب اللي هو سلطة رقابية وتشريعية، 146,000 عميل أجنبي، ذولا يستلمون 4,000 و5,000 دولار، في حين المهندس العراقي ما يستلم 600 دولار، لا ضمان صحي، لا ضمان اجتماعي، لا أي شيء. احنا اليوم يعني طلعنا في جولة، خلينا نقول هي جولة تصعيدية سلمية إلى مجلس وزراء، لأنه لا وزير جانا، لا مستشار جانا، لا سيد عادل عبد المهدي شافنا، لا سيد الحلبوسي. فاحنا اليوم كنا معتصمين أمام نقابة المهندسين، اليوم جينا في نريدهم يشوفونا، نريدهم يلقونا حل. اليوم أنا طالع وتعبان وعايف عائلتي وعايف أهلي وظروفه وعملي اللي هو ماكو عمل أصلا، ليش؟ حتى غير أريد حل آني؟ إلى متى احنا نبقى هيجي؟ يعني ملينا والله. انا اليوم احد اخواتنا يحكي بلسان الكل يقول انا ما اطلع من الاعتصام الا يعني اما جثه اما امر اداري تعيينه اريده، وهذا واقع حال. اليوم انا اروح ارجع لبيتي ما عندي اي شيء، مو مكاني هذا، يعني انا ارجع ما عندي شيء. اليوم كل حياتي صارت عباره عن اعتصام الى ان القى فرصه عمل، فالحكومه مجبوره توفر لي فرصه عمل يعني اللي كفلها الدستور. احنا ما طالبين شيء صعب ولا طالبين شيء مستحيل، احنا طالبين اللي اقر الدستور هو حق العمل وتوفير فرص وظيفيه. اتمنى من الجهات المعنيه ان تشوف هاي الناس اللي قتلها الحرب، متنا استاذ الله شاهد متنا، ويوفرون لنا درجات وظيفيه او فرص عمل، وان شاء الله بالقريب العاجل، لانه الوضع بدا يتازم، لان احنا تعبنا وما نعرف باكر ايش راح يصير. احنا معتصمين صارنا اليوم 36 يوم على التوالي امام نقابة المهندسين، احنا نمثل جميع المهندسين العراق جميع الاختصاصات. احنا مطلبنا واحد او 4 مطالب بس، احنا الرئيسي هو التعيين المركزي. التعيين المركزي نحدد فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات جميع المهندسين عاطل العلم، وحاليا نطالب بتوفير درجات وظيفية بشكل طارئ للمعتصمين الموجودين حاليا بالنقابة، او كل يعني احنا هسه راح نروح للنقابة نعتصم بالليل، ما نرجع لها. يجون النواب نعطيهم المطالب يدور وجهه ويروح، يعني ما يجي يقول لك شنو مطالبك، هاي مطالب 1 2 3 يخلي يدور وجهه ويطلع. هذا الشيء جاهز يعني مهمشين. الحق تقاتل.
المهندسي العراق خرجوا بتظاهره امام مجلس الوزراء المطالبه بابسط الحقوق والتعيين المركزي، واذا يجدون في هذا المطلب صعوبه فنطالب منهم توفير درجات وظيفيه على الاقل 2000 درجه او اكثر لتغطيه هذا العدد، توفير فرص العمل في الشركات الاهليه وتقليل العماله الاجنبيه التي احتلت العراق صراحة وبرواتب خيالية. احنا من محافظة واسط، واكو من محافظة كركوك، من محافظة ناصرية، الحلة، مجموعة محافظات، يعني العدد لا بأس به. احنا نطلب عدد اكثر ان شاء الله. في هذا اليوم إن شاء الله لاستعادة حقوقنا المسلوبة منذ أمد بعيد، منذ 2003 ولحد الآن. تعرف أنت بالتعيين مركزي يقولون إحنا ما عندنا تعيين مركزي نوفر لكم، تجي تشتغل للقطاع الخاص، خلال تجربتي بالقطاع الخاص يعني يعيشون المهندس ذلة، تعرف معنى الذلة؟ يعيشون المهندس معنى الذلة، يعني دوام يعني فوق المحدد، يعني الدوام مثلا من 7 إلى 4 يخليك من 7 إلى 8 بالليل يعني. هيجي من مبدا ما ضاع حق انه راهم مطالب. احنا مستمرين ان شاء الله باعتصاماتنا، على الرغم ان اعتصاماتنا صار لنا 36 يوم. جتنا زيارات عديده، زارونا النواب، زارتنا يعني سلطه تشريعيه، متنفذين سلطه تنفيذيه ما جونا ولا سلوا علينا ولا التفتوا لاي من مطالبنا. كل اللي هم يجونا هم نواب يمثلون سلطه تشريعيه، غيرهم ما حد يجانا. مستمرين ان شاء الله والتصعيد قادم. هسه احنا اتصمنا 36 يوم، عندنا كانت تظاهره 15/7 حسب ما تذكرون انتم، وهاي التظاهره ومستمرين لحد تحقيق المطالب. خرجنا بعد ما ملينا، انتظرنا هواي سنين، تخرجنا ما شفنا اي دور للحكومه. تخرجنا صار لنا من 2003 لحد 2019، احنا مهندسين معتصمين من كافه الاختصاصات من كافه المحافظات، جينا اليوم نعتصم ونطالب بحقنا، وحقنا هو التعيين المركزي. مع العلم الدوله تقول ما نقدر، اكو هواي وزارات تحتوينا، اكو بعض الوزارات وزاره واحده تعين بقيه خلينا نقول فئه معينه. احنا ناس تعبنا على نفسنا ومعدلاتنا كانت حيل عاليه، اي فالى متى نظل هيك. اجونا اكثر من واحد، اكثر من نائب للموقع مال النقابه، بس ما شفنا نتيجه. اوكي راح نصير وياكم وما شفنا، بس يجي ياخذون صور يمنا ويروحون، وعود كاذبه. احنا نريد حل، ملينا، الى متى نظل هيك باقيين؟ وخلينا نقول واحدنا خلينا نقول بالعراقي قافل على القضيه، ما نرجع منا اذا ما التعيين بيدينا. خلي ايسون، اخاف عندهم مبالهم المل، ما المل. احنا نا جايين واحدنا طالع من بيتنا، انا صار لي تقريبا 34 يوم بالحار جوا الخيمه، بعد بيش اخاف؟ من شنو اخاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خرج جموع كليات الهندسة من خريجي كافة الاختصاصات للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وشرعها القانون العراقي. إن المهندس العراقي محروم من كل شيء، محروم ومظلوم،
لكنه صابر ومجتهد في نفس الوقت ومناضل ويستطيع أن يجد حقه بيده. اليوم خرجنا من أمام مجلس الوزراء لنطالب الحكومة المركزية بتشريع قوانين لتعيين هذه الجموع والتي أعدادها لا تخيف، أعدادها بسيطة وقليلة، ويمكن بأي وزارة يمكن زجها وتعيينها وسهولة السيطرة عليها، لكن حكومتنا لن تسمع لنا ولن تلبي لنا نداء. ونطالب من خلال شاشتكم الكريمة أن تنقلون صوتنا للحكومة وللجهات المعنية والجهات المسؤولة كافة. اليوم أنا أشوف العمالة الموجودة في العراق أغلبيتها عمالة أجنبية، المهندس العراقي معطل والعامل الأجنبي قاعد يعمل ويشتغل ويستلم راتب اللي هو راتب يعني خيالي، خيالي بالنسبة للمهندس العراقي، واللي هو راتب شخص واحد أجنبي يستطيع أن يكفي لعشرة مهندسين عراقيين معطلين لا يمتلكون لنفسهم قوت يومي. على الحق منافق هو من الخاسرين. اللي يسكت على الحق منافق هو من الخاسرين. احنا ثورة وكنا احنا سائرين. صامدين صامدين احسن ثورة واحنا ثورة بنجاح احنا سائرين.